صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والنور والإشراق على دولتنا الغالية الإمارات وعليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معانا اليوم مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم على الأرقام 6-00-551-414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. أعزائي المستمعين، في هاي الحلقة لدينا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة. بنتكلم اليوم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي، اضطرابات وجودة النوم، وفي فقرة التغذية لهذا اليوم نتكلم عن زيادة مستوى النشاط في فصل الصيف. خليكم معنا على مدار الساعة القادمة. وعنوان خبرنا اليوم نصائح للتغلب على نقص فيتامين د، وهي المشكلة يعني يعاني منها الكثير أو إذا ما كانوا الأغلب. يقول الخبر: نقص فيتامين د من المشاكل الصحية الشائعة التي تتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة، وتعويض هذا النقص ليس دائما مسألة سهلة. يمكن حلها بتناول المكملات أو القضاء وقت تحت أشعة الشمس. وربطت الكثير من الدراسات الطبية بين نقص فيتامين د وأمراض مزمنة مختلفة والأداء الأمثل للجهازين المناعي والعصبي. وقالت الدكتورة سوزان ويليامز، طبيبة في معهد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بكليفلاند كلينيك، إن الأطعمة الغنية بفيتامين د تتيح نسبة ضئيلة من الحاجة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، فيما تأتي الباقي من أشعة الشمس أو المكملات. وتتمثل أسباب نقص هذا الفيتامين في التعرض المحدود للشمس واللون الداكن للبشرة والتقدم في السن والإصابة بالسمنة وأمراض الجهاز الهضمي التي تؤدي إلى سوء الامتصاص، كما ينقص لدى الرضع نتيجة اقتصاد تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية وإبعادهم عن المصادر الأخرى للفيتامين. وأشارت الدراسة إلى أن المكملات أكثر فاعلية عند تناولها مع وجبة تتضمن 15 غراما على الأقل من الدهون، وشددت على ضرورة الالتزام بالجرعات التي يصفها الطبيب من المكملات لتفادي خطر التسمم بفيتامين د، مشيرة إلى أن بعض المرضى قد لا يستجيبون للمكملات بسبب مشاكل امتصاصها. وحذرت الدكتورة ويليامز من محاولة زيادة مستوى فيتامين د باستخدام التسمير أو قضاء ساعات في حمامات الشمس، لأنها غير فعالة في الغالب وتحمل أخطار الإضرار بالجلد والإصابة بسرطان الجلد. وقالت الدكتورة ويليامز أن نوع البشرة والسن يؤثران في الاستجابة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية، ولكن بشكل عام فإن تعريض 5% من سطح الجسم مرتين أسبوعين 20 دقيقة في الأشهر الدافئة يعادل الحصول على 430 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم، مشددة على ضرورة الالتزام بالوقت الأقصى وهو 20 دقيقة لتجنب مخاطر زيادة التعرض لأشعة الشمس. وهني نقول لكم أعزائي المستمعين على أهمية الالتزام بالجرعات اللي يوصفها لكم الطبيب المعالج. ودائما دائما دائما ننصح أن الواحد ما يأخذ مكملات غذائية من دون الرجوع إلى الطبيب المعالج أو طبيب الأسرة. حتى لو ما كنا نعاني من أي مشاكل صحية، طبيب الأسرة موجود لي أيضا الوقاية، فممكن نحن نسوي مثل الفحوصات الدورية وهي متوفرة في جميع مراكز هيئة الصحة بدبي، مراكز الرعاية الصحية الأولية. كل اللي عليكم أن أنتم تقدرون تأخذون موعد مع طبيب الأسرة من خلال خدمة طبيب لكل مواطن، وأنتم موجودين في البيت تقدرون تحجزون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي وتتواصلون مع الطبيب وتقولون أن نحن نبغى نسوي الفحص الدوري. وبناء على العمر والتاريخ العمر
اللي موصى فيه، الفحوصات الموصى بها حسب العمر راح يوفر لكم اياها، وايضا على تاريخك راح يتناقش معك عن تاريخك العائلي والتاريخ الاسره، وكل هاي راح تترتب عليها هاي الامور. اقول لكم لان انا شخصيا اسويها كل 6 شهور او اسويها كل سنه بالتحديد، سنويا لازم اتواصل مع طبيب الاسره واسوي الفحوصات الدوريه والاشياء اللي اعيدها كل 6 شهور، الاشياء اللي هو يطلب مني انا لازم اعيدها في الاشياء، مثلا اذا كان عندي نقص فيتامين معين او كان عندي مشكله معينه في بعض الفحوصات ساعات يطلبون منكم اعاده الفحص. لذلك الفحص الدوري جدا مهم، وايضا من خلال الفحص الدوري هناك فحص فيتامين د اللي يكون ضمن الفحص الدوري. لذلك وايد مهم ان انتم قبل ما تاخذون اي مكملات غذائيه مثل ما ذكر في خبرنا ان لتفادي التسمم بسبب يعني الجرعات الزايده من الفيتامينات مضره ونقصها ايضا مضر. لذلك افضل طريقه موعد خدمه طبيبك المواطن، او ممكن نتواصل مع طبيب الاسره في المراكز من خلال حجز موعد من خلال مركز الاتصال اللي هو 800342، وبعدين تواصلون مع الطبيب يوصف لكم الفحوصات اللي تحتاجونها. كل اللي عليكم تروحون المختبر اذا كانت خدمه طبيبك المواطن، بس يصير المختبر وتطلع. اذا كنت مع الدكتور في نفس الفكره او في نفس الموعد تروح المختبر عقب الموعد وتخلص الفحوصات تحتاجها، وكل النتائج راح تشوفونها عندكم في التطبيق. يبين لكم التطبيق في قسم النتائج الفحوصات، نتائج فحوصاتك، وايضا هناك خانه ثانيه شو هو المعدل الطبيعي. فإذا كان المعدل يختلف أو مش الطبيعي ممكن أيضا تتواصلون مع الطبيب عشان الاستشارات الخاصة بهذه النتائج. وإني عند قنوات تواصل اجتماعي، وكنا حاطين البارحة خبر وايد مهم ودائما نشوف في قنوات تواصل اجتماعي ناس تتكلم عنه، ليش ما في ربط بين المستشفيات الخاصة والحكومية؟ ليش ما في ربط بين ملفي في إمارة ثانية ودبي؟ لكن حب أقول لكم أن خبر البارحة يتكلم عن هذا المشروع بالتحديد، وهو مشروع نابض. ويقول الخبر أعلنت هيئة الصحة بدبي عن النتائج الأولية التي حققها مشروع نابض الذي يستهدف ربط مستشفياتها مع جميع المستشفيات بمنظومة رقمية متكاملة في الدولة، حيث أصبحت المنصة تشمل المنصة الحين 8,400,000 سجل طبي متصلة في الوقت نفسه بأكثر من 31,800 طبيب وفي 298 منشأة طبية. يعني ملفات المرضى في 298 منشأة طبية مربوطة بنظام واحد وملف موحد ضمن مشروع نابض، وهذا كله كان من خلال المنتدى الاستراتيجي اللي عقدته الهيئة بحضور مجموعة من الأشخاص وهم سعادة عوض الكتبي وهو المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد كبير من المسؤولين المعنيين في الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وكذلك الرئيس المؤسس لمجموعة BPS للرعاية الصحية. هذا المشروع من المشاريع اللي فعلا مهمة دائما نشوف الأشخاص يتكلمون عنها في قنوات التواصل الاجتماعي، هو مشروع موجود، وأيضا نحن دائما من فترة لفترة نحط مثل ما نقول المستجدات الخاصة بهذا المشروع، وحاليا المشروع مرتبط بكثير من الأنظمة ومنها مثل ما قلنا 298 منشأة طبية و 31,800 طبيب، وتقريبا عدد الملفات الموجودة في النظام 8,400,000 سجل طبي. وبهذا يكون تكلمنا عن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن الحين بنطلع في فاصل دقائق وبنرجع لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وأحب أذكركم بأرقام التواصل معنا إذا حابين تتصلون، تقدرون تتواصلون معنا على 600-600-551414 أو من خلال رسالة نصية قصيرة 4006. وموضوع فقرتنا اليوم وفقرة التغذية بتتكلم عن كيف ممكن الواحد يزيد مستوى النشاط عنده في فترة الصيف.
بعض الأشخاص مثل ما نقول مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يميل الكثير من الأشخاص إلى تقليل من ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية أو الأنشطة الحركية بشكل عام، وهذا تجنبا للمشاكل الصحية المحتملة. في هالفقرة أعزائي المستمعين بنقدم لكم النصائح لزيادة مستوى النشاط. أغلبنا أو مو الكثير منا ما بس نقلل النشاط، حتى نحس إن نحن مرهقين، ما فينا حيل مثل ما يقولون. وهالفقرة بالتحديد للأشخاص اللي يحسون ما فيهم حيل فترة الصيف، اسمعوا هالفقرة. ويانا الأستاذة سهير عليا، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذة. حياتي عمة، صباح الخير عليك وعلى المستمعين إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة، إحنا في بداية نبغى نعرف عن الأسباب اللي تخلي وايد أشخاص ما يمارسون الرياضة بشكل كافي أو يقللون من ممارستها خلال فترة الصيف. نعم صحيح. هلا نحن بشكل عام بفترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا الناس اللي عايشين في دول الخليج أو في أي منطقة يعني درجات الحرارة ترتفع فيها بشكل كبير في الصيف، بتقل عندنا مستوى النشاط، لأنه يعني على الأغلب الناس خلال فترة الصيف صحيح يعني بيشربوا مي، بس ما بيشربوا مي كفاية. فنحن يعني أسهل فورمة لأنه نتبعها هي 30 ml لكل كيلو جرام وزن. مثلا إذا شخص وزنه 70 كيلو جرام، المفروض ياخد 30 ml لكل كيلو جرام، يعني 70 ضرب 30 يعني المفروض ياخد تقريبا 2500 ml في اليوم، يعني 2.5 مي. يستحسن إذا طلع وعمل أي نشاط بدني خارج البيت وتعرف ياخذ يعني اب تو 3 لتر مي باليوم، لانه الدراسات اثبتت انه الناس اللي بيكون في عندهم جفاف بيكونوا اكثر عرضه ان يحسوا حالهم زي ما قلتي ما لهم حيل يعملوا شيء، تعبانين، مستويات الطاقه بتكون نازله، بيكونوا شوي لتارجيك يعني بيكونوا متضايقين من شيء، يعني كريتيشز مش عارفين شو السبب، بس موست لايكلي بيكون بسبب نقص الفيتامينات والمعادن، نقص المي بالجسم. فدائما احنا في الصبح اول شيء نشرب مثلا كاسين او ثلاث مي، او نشرب مثلا نص لتر مي، وبعدين نضلنا كل ساعتين او كل ساعه نشرب مثلا كاسين مي عشان نتاكد انه احنا عم ناخذ كفايه من المي خلال اليوم. يمكن عسبتي انا ما فيني حيل استاذه، بدل ما اشرب مي اشرب قهوه، اقول عسبتي يمكن ما فيني حيل. شوفي حبيبتي، القهوه بتؤدي يعني الله يسلمكم لادرار البول، فبالتالي بتزيد مشكله الجفاف. يعني القهوه ممكن انه تعطيكي طاقه فجاه يعني بشكل سريع، وبعدين بتخليكي تتعب زياده عن ما كنت تعبانه قبل ما تشربيها. ليه؟ لانها اول شيء بتعمل مثل ارتفاع مفاجئ بالطاقه، وبعدين بصير فيه هبوط مفاجئ لانك ما عملتي الاكشن الصح انه انت عشان تزيدي مستويات الطاقه، وغير هيك يعني الله يكرمكم بتضر البول، فبالتالي هذا الشيء بيؤدي لزياده مشكله الجفاف. فالقهوه على العين والراس طيبه وبتجنن كل شيء، بس لازم ما يعني مش نطلق لك شغلة المي، يعني ما نهمل الأسك تعيط المي خلال يومنا استشهي بفترة الصيف. يعني فوق أنا ما أشرب مي أشرب قهوة، يعني الحيل مهدود لآخر شيء. هذي نصيحة حلوة أستاذ، نحن يعني شرب المي وايد مهم خصوصا فترة الصيف. Of course. وبس يعني شوفي إذا بتشربي قهوة الصبح بعد ما تكوني شربتي مثلا نص لتر مي أو 150 ml من المي، ما بيأثر لو شربنا فنجان قهوة. يعني هاي القهوة هي عبارة عن يعني مثل يعني تعزز هيك الأجواء الصباحية، بتخلي الواحد كمان يصحصح، يعني التقييم كمان كويس، بتحسسني بالأمان. نعم. انزين. انزين. يعني نحن بس نأكد أستاذة، الحين نشرب الماء وايد مهم. في بعض الأشخاص يقولون مثلا نحن مثلا الكمية اللي هم يشربونها نحن قلنا 3 لتر، لكن هل في يعني مثلا يكون على الوزن على العمر، هل مثلا فلو تشرحي لنا شوي عن هذا الموضوع. نعم. هلا بالعاده نحن الناس يعني اللي بيكونوا يعني اب خلينا نقول 55 لـ 60 دوز، نحن 30 ام ال لكل كيلوغرام، بينما كل ما الواحد ازداد السن بصير اصعب عليه ياخذ كميه مي كبيره، فبنعطيه 20 25 ام ال حسب الوضع الصحي، حسب مستوى النشاط، حسب قدرتهم على استحمال المي. فبالعاده يعني احنا يعني خلينا نقول يعني يعني المفروض يعني تقريبا 30 ام ال لكل كيلوغرام، لانه انت كل ما زاد عندك الوزن كل ما زاد الطول كل ما زادت مساحه السطح، لما تزيد مساحه السطح هذا الشيء بيؤدي لتبخر المي كميه اكبر، فبالتالي بتصير انت بحاجه لمي اكثر كل ما زادت كتله الجسم. انزين، اذا نحن بنقول شو هي النصائح اللي تقدمينها استاذه للاشخاص اللي يعني عشان تساعدهم
في زيادة النشاط الرياضي خلال فترة الصيف؟ أول شيء بقول إنه ممكن نفيق شوي بكير على الدوام قبل ما نروح الدوام، ممكن نعمل مثلاً هيك لايت مورنينج ورك أوت، رياضة صباحية تكون خفيفة 15 دقيقة أو هيك شيء، ممكن تكون متبوعة بمثلاً حمام مثلاً مي باردة عشان الجسم يصحصح وهيك مستويات النشاط تزيد. بعدين ممكن إنه نصير ناخذ بدل ما ناخذ 3 وجبات أساسية في فصل الصيف، ناخذ عدة وجبات، 5 6 وجبات صغار خلال اليوم، لأنه كل ما أكلنا خفيف كل ما كان عندنا مستويات النشاط ومستويات الطاقة أعلى، بينما لما الواحد ياكل وجبة ثقيلة مثلاً أو على 3 مرات باليوم، هذا الشيء بيؤدي إلى إنه كل الدم بيروح على الأمعاء، وبالتالي الإنسان بحس بخمول بعد الأكل. فدائماً الأحسن إنه ناخذ سمول فريكوينت ميلز، 5 إلى 6 وجبات خلال اليوم. ويكون بين الوجبات يعني مثلا يكون في عنا، ممكن تكون الوجبه الخفيفه عباره عن حبه فاكهه مثلا، فينا والمفروض انه نركز على الفواكه الموسميه بالصيف مثل المشمش، البراق، الخوخ، البطيخ، الشمام، الاشياء اللي هي موسميه، مانجو هلا. فكل ما اخذنا الفواكه الموسميه اول شيء بكون سعرها اقل، ثاني شيء بتكون فائدتها اعلى. سبحان الله، الله حط هاي الفواكه بهذا الموسم لانه هاي الاشياء جسمنا بيحتاجها بموسم الصيف لانها غنيه بالفيتامينات والمعادن والمي ايضا. غير هيك انه مثلا لازم انه ما يعني وي دونت نيجلكت انه احنا نشرب مي كثير منيح الصبح قبل ما نشرب فنجان القهوه. وغير هيك ممكن انه نخلي مثلا عندنا نوت على التليفون، كلنا عندنا سمارت فون في الايام، نحط فيها احنا شو بنفطر، شو بنتغدى، شو بنتعشى، شو بناخذ سناك، عشان احنا نكون مايندفول بانه احنا الاكلات اللي عم تدخل جسمنا ايش تكوينها، ايش سعراتها الحراريه، هل عم نعمل اختيارات صحيه هلا، علشان نكون يعني مور كونشس، نكون واعيين اكثر باختياراتنا، ونكون عاملين كنترول اكثر على البورشن سايز، يعني الكميه اللي عم ناخذها، على نوعيه الاكل اللي عم ناخذه. وغير هيك ممكن انه كلياتنا بفصل الصيف لانه احنا كثير بنتعب وكذا، ممكن كلنا مثلا ناخذ هاي المالتي فيتامين، تكون فيها بي كومبلكس فيتامين بنسبه بسيطه، يعني حتى لو اخذناها مش حتاثر حتى لو ما عندنا نقص، لانه البي فيتامين يعتبروا الفيتامينات اللي بتذوب بالمايند، فاي زياده بالجسم بتطلع عن طريق يعني البون والكلى الله يكرمكم. فبالتالي هاي كمان بتساعد على زياده مستويات النشاط، بتحسن على بتساعد على تحسين الصحه النفسيه كمان البي كومبلكس فيتامينز. كثير دراسات انعملت على الموضوع، وانا صراحه ام بيج ادفوكيت ان الواحد ياخذ بي كومبلكس فيتامينز حبه باليوم، يعني هن يعتبروا سم هاو سيف يعني. استاذه انت قلتي الرياضه اول الصبح، زين نحن يعني يا دوب نفتح عيوننا حسب نسير الدوام، عندك اختيارات ثانيه؟ ممكن مثلا فتره العصر الواحد بعد الغداء بيريح شوي، بعدين الواحد هيك وقت اخر العصر يعني الساعه 5 كذا لفتره لوقت المغرب يروح على يعمل رياضه مثلا، اما بالبيت اما بالبيت. العصر زين عيبني العصر. العصر عادي، هو المهم انه احنا ندخل الرياضة على يومنا، ما نهمل الرياضة وما نستسلم ل يعني للكسل، لأنه إحنا مجرد ما بلشنا نعمل رياضة يعني الواحد أصعب شيء يعمله هو إنه يبلش رياضة، بس مجرد ما خلص الرياضة اليومية رح يحس نفسيته أحسن، رح يحس موده أحسن، رح يحس مستويات النشاط أعلى، رح يحس بالرضا عن نفسه، يعني حتحسن الصحة النفسية بشكل عام. فالواحد دائما يركز على الصحة النفسية، وهذا الشيء يعتبر يعني مثل حافز إنه الواحد يسوي رياضة، لأنه كثير بيساعد الصحة النفسية، كثير بيساعد إنه إحنا كيف يعني helps us manage ضغوطات الحياة. الرياضة بتخلينا إنه مثلا يعني نقدر نتعامل مع ضغوطات الحياة بشكل أحسن، ما كثير ننضغط. واهم شيء اللي قلتيه بعد استاذ زهير ان نحن نقسم الوجبات، يعني انا احس جوايد يعني كانت توجهين نصايح حقي، بس يعني نقسم الوجبات كثر ما نقدر، لان اذا بنسوي مثلا تمارين رياضيه يعني ولازم شوي الغداء يكون اخف، لان يعني احيانا نحن ناكل بطريقه ان كانها يعني اخر وجبه في حياتنا. فيعني حسب مثل ما قلتي ان بعدين يكون الواحد ما يبغى يسوي شيء، يعني يحس انه بس خلاص، يعني في ناس يقول خلاص نبغى نرقد ويرقدون العصر ويختلف رقادهم والنوم يتعطل، وتفين المشكله هي اشياء متصله في بعض، يعني مو بس انه مثلا انا بقوم الصبح، يعني اذا انا ما اخذت قص كافي من النوم من المساء الصبح بكون تعبانه، اذا ما قسمت وجباتي صح بكون بعد مرهقه، اذا ما شربت ماء، يعني كل شيء كانها سلسله ومرتبطه في بعض. وغير هيك يعني احنا بالنسبة لنا لازم دائما نركز على نومة الليل مش نومة النهار، ونومة النهار يعني مش غلط، بس ممكن انه احنا نقصر المدة مثلا لعشرين دقيقة او نص ساعة بالكثير، ونجرب نربط المنبه من فيه قبل ما ندخل بالفيز تبع النوم العميق، يعني
بس هيك شيء انه يريح شوي، هاي بسموها مثل باور ناب اللي هي 15 تو 20 مينت فتره العصر، حتى لو الواحد ما قدر ينام على الاقل بيكون ريح جسمه، بس يعطي لحاله فتره معينه يعني ما ياخذ راحته ساعتين وثلاثه قبل ما ينام فتره العصر، لانه مش صحي نوم العصر. زين، اذا بنتكلم عن الاحتياطات الصحيه اللي ممكن واحد ياخذها عن ممارسه الرياضه في الصيف لتفادي ضربات الشمس او المشاكل الصحيه، يعني ساعات تشوف ناس تمشي الساعه 11، انا ما اقدر اتنفس برا الساعه 11، ف لا انا يعني فعلا احسه ضرر، يعني اذا ضربت ممكن واحد يجي ضربه شمس، ممكن يجي احتباس حراري، ف شو نصيحتك؟ صدق حر يعني. مضبوط 100%. هلا نحن خلينا نحاول انه ننوع بالرياضه، ليه؟ لانه لما ننوع بالرياضه بنكون اقل عرضه انه نمل واقل عرضه انه ما نلتزم بالرياضه. فممكن مثلا احنا نصير نخصص 3 ايام انه نروح على الجيم، وممكن يومين انه نمشي اوت دور، بس المشي بده يكون اما الفتره الصباحيه قبل ما تصير الشمس كثير هيك قويه، مثلا ممكن نقول من 6 ل 8 الصبح، او ممكن مثلا 5:30 الفجر كمان بكون ما في شمس بكون الطقس لطيف، او ممكن مثلا فتره العصر يعني 5:30 وطالع لا المغرب او يعني وقت صلاه العشاء. وكمان فينا كمان بالصيف نستغل البحر، نروح على البحر نسبح، السباحه كثير بتحرق كالوريز، يعني ممكن الكالوريز اللي بنحرقها بنص ساعه الساعه تعادل ساعه مشي. فخلينا نروح على البحر، يعني منه بناخذ فيتامين دي، منه من ميه البحر سبحان الله يعني بتعادل الطاقه السلبيه الموجوده، وايضا السباحه كثير بتحرق كالوريز، فليش لا؟ يعني حتى سبحان الله يعني هون في عندنا حدائق مخصصة لأيام للنساء، يومين بالأسبوع السباحة كثير حلوين. والله بعد نحن خبرنا اليوم أستاذة كان عن فيتامين دال، يعني فيبتيها صح. نتكلم عن، نحن تكلمنا وايد عن شرب الماء لكن في فصل الصيف، لكن إذا كان للرياضيين أو غير الرياضيين، لكن إذا بنتكلم عن الرياضيين، هل لازم الأشخاص اللي يمارسون مثلا رياضات، مثلا أنا مثلا على حسب وزني لازم أشرب 3000 ملي لتر أو يعني 3 لترز in a day، مثلا 3 لتر في اليوم، لكن إذا أنا أمارس رياضات فيها جهد عالي هل أحتاج أني أزيد ولا ألتزم بالماء اللي حسب اللي أنا يعني جسمي يحتاج؟ لا هلا ممكن انك تزيدي مثلا نص لتر لتر عادي ما بيأثر، لانه انت بتكوني عم بتستعملي عم تعرقي كثير، ولكن في مرات الناس الرياضيين كثير المفروض انه ياخذوا مش بس مي لحالها، اللي بيعملوا مثلا هدول الرياضيين كثير هم دائما مثلا ساعتين كل يوم او 3 ساعات 5 أو 6 ايام بالاسبوع، هدول يعتبروا ليت اثليتس، يعني يعتبر هدول الرياضيين كثير اللي بيروحوا مثلا بعد بيشوف ساعتين ثلاثه كل يوم مثلا باخذوا بس يوم اوف، هدول يعتبر رياضي، هدول مثلا لازم ياخذوا المي اللي فيها كمان الكترولايت يعني صوديوم بوتاسيوم كلورايد شويه سكر عشان يعائد، عشان ما يصير في عندهم هبوط بالصوديوم، لانه بيعرقوا كثير لما الواحد يعرق بيطلع الصوديوم من الجسم، فعشان هدول هي المي تاعون الرياضي بيكون فيها صوديوم يعني بلح علشان ما يصير في عندهم هبوط بالضغط، وما كمان نفس الوقت بتعطيهم سوائل وبتعطيهم شويه سكر، لانه الواحد بس يعمل رياضه كثير بيستخدم السكر، يحرق السكر في الجسم سواء موجود بالعضلات سواء موجود بالكبد، بيعتمد على حدة الرياضة فترة الرياضة على قديش الفترة الزمنية اللي بيقعدوا فيها بتريضوا، لأنه سبحان الله كل جزء من الرياضة لما إحنا نبلش لحد ما نخلص جسم بيستخدم سيستم معين، أول شيء بيستخدم مثلا الفوسفوكرياتينين الموجود بالعضلات، بعدين بصير نستخدم الجلايكوجين اللي هو أصلا موجود بالعضلات موجود بالكبد، بعدين بصير نستخدم الدهون وهكذا. انزين، فطبعا احنا نتكلم مثل ما ذكرت الاستاذ عن الرياضيين يعني اللي مثل ما ذكرتي يمارسون الرياضه تقريبا يوم واحد اوف، وفي بعضهم ما ياخذون حتى يوم اوف، مو بس مشي نص ساعه على تريدميل، يعني رياضيين نتكلم. ايوه صح، بس انزين. احنا كمان نحن يعني الناس العاديين، شوفي انت لازم تتذكري مدات انه الناس الرياضيين يمكن يكون هذا جزء من شغلهم عشان هيك هم ملتزمين، بس احنا منظمه الصحه العالميه بتوصي انه الناس اللي هم يعني يعتبر يونج ادلتس المفروض يعملوا ما بين ثلاث يعني لازم يعملوا اراوند 150 دقيقه رياضه متوسطه يعني خفيفه الى متوسطه الحده، ويخصصوا 3 ايام بالاسبوع للرياضه اللي هي بتساعد على تقويه العضلات. ليه؟ لانه تقويه العضلات بتنعكس على اول شيء القوه الجسديه، ثاني شيء على الصحه النفسيه، لانه بيعتبروا العضلات هي عباره عن اندوكراين سيستم لانه بتطلع هرمونات، غير هيك العضلات لما تكون قويه بتساعد على تثبيت الكالسيوم بالعظام وبتقلل عرضه الشخص اللي يصير في عنده هشاشه عظام على المدى البعيد، ولما السن يتقدم لما يتقدم بالسن.
العضلات انها تكون قويه ونستمر بالرياضه من هذا السن مثلا. نبلش اليوم، اي حدا ما بيسوي رياضه يبلش اليوم، بس يبلش بدلع، يعني ما دغري يندفع ويعمل رياضه تدريجي قاسيه، لا تدريجي الواحد يكون. شوي شوي يبدا. بس نعم، عشان ما بدنا نعمل اي انجري، ما بدنا نعمل اي يعني ضرر صح بالعضلات او بالجسم او بالمفاصل. شكرا استاذه سهير عليا، وجود النقاش كان وايد حلو معك، اختصاصيه تغذيه علاجيه بهيئه الصحه بدبي، مشكور وجودك معنا في حلقتنا. يوم سعيد، شكرا جزيلا، مع السلامة. مثل ما ذكرت الأستاذة، نحن بس إذا بنلخص، شرب الماي في الصيف وايد مهم، وهذا يساعدكم على أساس أن ما تحسون دائما مثل ما نقول ما فيكم حيل أو مرهقين. غير هذا النوم وايد مهم، نوم الفترة المسائية، وأيضا الغذاء وتقسيم الوجبات جدا مهم، والحركة والنشاط البدني. ينصح إذا كان في بداية الصباح ربع ساعة إذا تقدرون، للأشخاص اللي مثلا ما يقدرون ودواماتهم تكون في وقت وايد مبكر، ممكن نحن نستغني عنها في فترة العصر. ومثل ما قلنا الوجبات تكون قليلة، يعني مقسمة على مدار اليوم، ومو بوجبة واحدة ناكل فيها كل شيء، لأن هذا أيضا يعني يؤدي لأن نحن نحس أن نحن ما فينا حيل أن نحن نمارس نشاطاتنا اليومية. تقريبا هي كانت فقرة التغذية، ونحن بنيكم مع فقرة خاصة بالنوم بعد الفاصل. صحة وسعادة، حياكم الله في الفقرة الأخيرة من برنامجنا صحة وسعادة لليوم. وفقرتنا اليوم تتكلم عن اضطراب النوم. اضطرابات النوم من المشاكل الصحية اللي يعاني منها وايد من الناس، وأنا واحدة منهم، وهي مشاكل اللي يمكن أنها تأثر على صحة ونوعية وجودة حياة الفرد وقدرته على ممارسة حياته الطبيعية. الكثير من الأشخاص عندهم مشاكل نوم لعدة أسباب، في منها أسباب صحية وفي منها أسباب أخرى تكون إما نفسية وإما نمط الحياة اللي ما بنقول غير صحية، أو نمط الحياة اللي مفروض يتغير. والحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن هاي المشكلة الصحية اللي يعاني منها الكثير، ميانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسان الحريري، استشاري الأمراض التنفسية بقسم الجهاز التنفسي بمستشفى راشد. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا دكتور. ما في حد ما عنده، يعني نادر ما يجيك حد يقول لك انا انام صح. وهذا صحيح، لانه كلياتنا بحاجة الى نوم، تعرفي يعني بنحتاج تقريبا من 7 إلى 9 ساعات نوم، فلابد كل شخص الا يعاني من نوع من اضطرابات النوم في حياته، فممكن مثلا للطلاب اثناء الفحوصات، ممكن للاشخاص اثناء عملهم، ممكن أثناء المرض. كل شخص عانى من اضطراب نوم، هذا يعني شيء واقع حقيقة. إنزين، إذا نحن نبغى نعرف اضطرابات النوم، يعني مثلا هل واحد كل ما واحد سهر يوم يومين اضطراب، ولا شو هو، يعني كيف يصنف الإنسان إنه مثلا هو عنده فعلا اضطراب نوم؟ تماما، فكلمة اضطراب النوم معناها في مشكلة بالنوم. فنحن لازم أول شيء نعرف إيش هو النوم الطبيعي. النوم الطبيعي ممكن يكون عدة شغلات، مثلا على سبيل المثال عدد ساعات النوم. فأنا إذا شخص بحتاج 7 ساعات من النوم وبنام فقط 4 ساعات، فعندي اضطراب النوم. أو إذا بنام 11 ساعة في عندي معناها اضطراب النوم. فاضطراب النوم قد يكون ناجم عن اختلاف عدد ساعات النوم. ممكن يكون اضطراب النوم ناجم عن اضطراب مراحل النوم. نحن لما بننام ندخل مرحلة سطحية ووسطى وعميقة، ومراحل الأحلام، وبشكل سايكل، بشكل حلقات متكررة، كل 90 لل 120 دقيقة بنمر بهالحلقة النوم الكاملة. فإذا في عندي أي حالة طبية ممكن تأثر على مراحل النوم، كمان هذا نوع آخر من اضطرابات النوم. طب المختصر، اضطراب النوم أي اضطراب بعدد ساعات النوم أو بمراحل النوم بتأثر سلبيا على الجسم يعتبر اضطراب نوم. أوكي، إنزين، إذا بنقول في الأسباب، يعني مثلا إحنا ما أعرف إذا المعلومة اللي قلتها صحيح، إن أحيانا نمط الحياة أو أحيانا مشكلة صحية تكون يعني موجودة للسبب، شو هي الأنواع الشائعة لاضطراب النوم؟ تماما، أنت حضرتك ذكرتي نمط الحياة له دور كتير كبير، وخاصة بحال اضطرابات الأرق واضطرابات الساعة البيولوجية. على سبيل المثال نمط الحياة، أنا من الأشخاص اللي برمضان بسهر الليل كله، ما رح أنام لبعد صلاة الصبح، بس اضطربت الساعة البيولوجية. بعد خلص رمضان رح يكون في عندي نوع من الاضطراب بالتوازن لأرجع للنمط الطبيعي.
مثل ما تفضلتي حضرتك، ما هو نمط لازم يكون مرضي مستمر، وإنما يمكن يكون بشكل مؤقت أدى إلى نتيجة تغير أسلوب النوم بشكل عام. ممكن يكون في أسباب أخرى بشكل عام، مثلا على سبيل المثال توقف التنفس أثناء النوم، ممكن تكون أسبابه زيادة الوزن أو نوع من الحساسية، أو الأشخاص إذا كانوا مدخنين بشكل عام ممكن هذا كمان يساوي نوع من اضطرابات النوم. فالأسباب متعددة، ممكن نمط الحياة يكون له دور، ولكن أحيانا بيكون في أسباب مرضية خارجة عن إرادتنا. زين، هل في أنواع لاضطرابات النوم دكتور؟ طبعا في أنواع كثيرة. هلا التصنيف العالمي لاضطرابات النوم ككود أو حالات المرضية تقريبا فوق 100 نوع من أمراض النوم. وممكن تصنيفها نفسها على عدة أنواع، مثلا على سبيل المثال الأرق. الأرق مو نوع واحد، الأرق أنواع متعددة. على سبيل المثال الأرق بدخل لأنام ما رح تنأنام، هذا بنسميه الأرق في بداية النوم. أو ممكن أنام بس بعد ساعة أفيق، هذا الاستمرارية في النوم. أو ممكن أنام أفيق بعد 4 ساعات ما بحت أنام، فقلة النوم. فحتى نفس النوع المرضي فيه له أنواع فرعية متعددة بشكل رئيسي، وتقريبا مثل ما ذكرت لك في عنا فوق 100 نوع من اضطرابات النوم. إنزين، إذا بنتكلم عن الأعراض، يعني مثلا بعض الأشخاص مثلا في فترة من الفترات كان عندي مشكلة معينة، لكن لما سرت عند الطبيب قال لي أسمى خذي لك شهر احرصي إن أنت تنامين في وقت معين وحطيت توقيت معين. أغلب المشاكل اللي كانت موجودة عندي اختفت بعد ما أنا مجرد ما عدلت النوم، ومن يخترب النوم ترجع كل المشاكل من أول جديد. صحيح. تعرفي نحن في عنا بالدماغ الساعة البيولوجية، وهي كل الجمهور سمعان عن الموضوع، يمكن ما بيعرفوا التفاصيل، بس في عنا خلايا بالدماغ شغلتها بس تنظم النوم ومع الجسم بشكل عام. الساعة البيولوجية بتتأثر كتير بدورة الحياة اللي عايشينها، بالضوء اللي حوالينا. فبالتالي لما أنا بفيق صباحا مثلا بشكل منتظم 7 صباحا، بفطر الساعة 8، بروح العمل الساعة 9، برجع بالعمل مثلا الساعة 2 الظهر، هذا الرسم، هذا نوع من النظم المتكرر بيتم تنظيمه ومثل إشارات ذهابا وإيابا إلى الساعة البيولوجية بشكل رئيسي. لما أنا بنتظم يوميا وأسبوعيا وشهريا بشكل معين والساعة البيولوجية منتظمة بنفس الوقت، هذا راح يساعد كثير أنه تكون جودة النوم بشكل المثالي. أي اضطراب بهذه الساعة البيولوجية لأسباب خارجية بشكل مقصود أو غير مقصود، مثل ما ذكرنا أحيانا ممكن أنا أكون مريض ما أحسن ألتزم بنظام معين، ممكن تكون مؤقتة. بس لما تكون طويلة الاستمرارية، وخاصة هلأ عنا أولادنا جاي الصيف يمكن يسهروا أكثر بالليالي، يمكن يصير سفر من خلال ساعة بيولوجية إلى ساعة أخرى من الساعات الضوئية، هالاضطرابات هي خارجية راح تأثر علينا. وإذا كانت طويلة الاستمرارية خاصة الصيف 3 أشهر، الأولاد ممكن يسهروا طول الليل، يلعبوا، يدرسوا، يقروا، يسهروا مع بعض، هذا راح يأثر سلبيا على الساعة البيولوجية. فاضطراب الساعة البيولوجية ممكن يكون مؤقت لفترة قصيرة، ممكن يكون طويل الأمد. فاللي ذكر لك أنه لمدة شهر انتظمي، هذا كلام صحيح جدا، ولكن الاستمرارية والانتظام هي أهم شيء. زين دكتور، إذا بنتكلم عن الأعراض اللي ممكن تصير، يعني مثلا هل ممكن الواحد يكون عصبي؟ هل ممكن واحد يكون مثلا دائما مرهق؟ شو هي الأعراض اللي ممكن تطلع على الشخص؟ يعني نحن بس نحاول يعني نحط مثال مشابه على سبيل المثال. أنا إذا عندي مثلا كمبيوتر أو عندي سيارة وعم تستمر بالحركة 24 ساعة أو طول النهار، رح الإنجن المحرك يسخن ويتعب وما رح تكون بنفس السرعة. نفس الشيء الإنسان بحاجة إلى 7 ساعات، إلى على الأقل 7 إلى 9 ساعات نوم. الهدف من النوم هي إعادة يعني مثل ريسينكرونايزينج الجسم، إعادة الاستراحة للخلايا الدماغية، الاستراحة للخلايا العضلية، للخلايا القلبية، لكل أعضاء الجسم بحاجة إلى استراحة. والله سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات بحاجة للنوم، تختلف
من مخلوق إلى الآخر. الإنسان يحتاج 7 على سبيل المثال. بعض الحيوانات ممكن تنام أحيانا أشهر، بيدخلوا في سبات وبيستيقظوا. ففي كل مخلوق بحاجة إلى نوم لإعادة نشاط الخلايا الداخلية للجسم. فأنا إذا ما نمت بالساعات الكافية رح يكون في عندي نتيجة عكسية على هالخلايا الجسم. فإذا جينا على الخلايا الدماغية ممكن يأثر على المزاج، ممكن يأثر على يساوي نوع من الاكتئاب، يساوي نوع من العصبية، اضطراب في الذاكرة. هذا التأثير على الخلايا الدماغية. ممكن يكون تأثير على لا سمح الله على الخلايا القلبية. ممكن يصير أشخاص مع مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط، اضطراب النظم القلب، لا سمح الله مثلا جلطات قلبية أو دماغية. فبالتالي أي اضطراب بالنوم وعدم الحصول على النوم المثالي حتما رح يكون له تأثير سلبي، وهذا بيختلف من إنسان لإنسان حسب نوع الاضطراب النوم. بس نعم كثير بيجينا تحويلات أنه في أشخاص مع هلوسات أحيانا أثناء النوم، أحيانا أحلام ونايتميرز يعني كوابيس أثناء النوم تكون ناجمة عن نقص الأكسجين أثناء النوم. فنعم الخلايا الدماغية ممكن تتأثر والمزاج يتأثر وكل الجسم يكون له تأثير سلبي إذا كان اضطراب النوم يعني مستمر خاصة. زين دكتور، نحن عندنا في مستشفى راشد عيادة خاصة حق النوم في مستشفى راشد، وهي تحت قسم الجهاز التنفسي. تماماً. ممكن تكلمنا شوي عن الخدمات اللي يقدمها المستشفى للأشخاص اللي يعانون من النوم، وهل كل شخص عنده مثلاً ما قدر ينام يوم يومين يعني هو لازم يتحول؟ متى الشخص يتحول إلى المستشفى إنه يعتبر إن هذا فعلاً يحتاج تدخل طبي؟ أكيد. هلا بالنسبة للعيادات الموجودة بمستشفى راشد، نحن تقريبا يوميا في عنا عيادة لأمراض الصدرية، بحيث أنه لو أي مريض ممكن يجي للعيادة الصدرية سواء لا سمح الله الربو ولا اضطرابات بالتنفس أو اضطرابات في النوم، فأحد الأطباء الموجودين رح يقوم بالتقييم. وفي عنا نوع من الأسئلة العامة وأسئلة تخصصية أكثر. أسئلة عامة مثلا سؤالين رئيسيات، أنه أنت ونايم عم بيلاحظ الأهل أي شيء غير طبيعي، اختناقات، حركات غير إرادية، صراخ أثناء النوم، المشي أثناء النوم، يعني هاي الحالات اللي أثناء النوم ممكن تصير. والسؤال الثاني البسيط وهدول الأطباء العامين ممكن يسألوا لمرضاهم، أنه بالنهار بعد ما استيقظت هل شعرت أنه شبعان نوم ولا لسه في تعب؟ هل في خمول؟ أو هل في نعاس زيادة عن طبيعي سواء تعب أو نعاس زيادة؟ أي جواب إيجابي نعم أنا أعاني من تعب مستمر بالنهار أو نعاس مستمر أو في بحس اختناقات بالليل، هذا حتما لازم يتحول لعيادة اضطرابات النوم. هي خاصة بالحالات المزمنة. فالتحويل يبدأ أنه إذا كان في عندي حالات مزمنة هذول لازم يتحولوا. الحالات الحادة اللي ممكن تصير بفترة قصيرة لا سمح الله وفاة في العائلة، ما بحتم أنام لمدة أيام، زعل، هالأمور قد لا يحتاج تحويل كامل إلى عيادة اضطرابات النوم، لأنه هذا يعني شيء طبيعي فيزيولوجيا أن يصير تغيرات بالهرمونات، تغيرات بالإنسان أثناء أي مشكلة اجتماعية معينة. فالتحويل الأساسي لازم يكون بالحالات المزمنة. لا مانع من التحويل في الحالات الحادة اللي يتوقع الإنسان أنه ما رح يحسن يعمل تعديل في حياته بحالة نفسية شديدة، زعل شديد، فلي 3 أيام 7 أيام ما بحسن أنام، حاسس بانهيار عصبي شديد، طبعا هالحالات كمان لا مانع من تحويلها لعيادة النوم. فبعد ما يجينا المرضى لعيادات الصدرية ويتم التقييم المبدئي منحدد بعدها أنه طيب هذا المريض فعلا في اضطراب نوم، بس هل أن نحن واثقين تماما إيش نوع الاضطراب النوم ولا بحاجة إلى تشخيص إضافي لنعرف إيش هي الحالة؟ إنزين دكتور، في موضوع ما أعرف إذا أقدر أسأله، لأن في مجموعة من الأشخاص يعني حتى أنا شخصيا أعرفهم من ما يعدي أسبوع اللي مثلا بيحتاجون يأخذون مثل هالأشياء اللي مثل القم اللي يأكلون عشان يساعدهم أن ينامون. في بعض الأشخاص يأخذون أدوية من السايد افكت مالتها أن ترقدهم، ها كله يعني يشربون الشاي عشان اللي خاص بالنوم، يعني يحاولون يستخدمون هاي كلها عشان بس أنهم يقدرون ينامون في وقت مبكر. نعم. هل يعني شو نصيحتك حق هالأشخاص
لان يعني وايد اشوف ناس حولي ياخذون ادويه عشان ينامون، سواء كانت من مصادر طبيعيه او من مصادر غير طبيعيه. ايوه، هلا اليه فيزيولوجيه النوم تبدا انه الانسان يبتعد عن المنبهات الخارجيه، فلا يعني يبدا بدخول مراحل النوم. فبالتالي انا لما بكون عم بفكر كثير بمواضيع كثيره وعم بدرس دراسات شديده وعم بحاول احل مشاكل اجتماعيه كثيره، هذا منبهات متكرره مزمنه، هي ممكن يكون لها تاثير سلبي على جوده النوم. بالاضافه مثل ما تفضلتي حضرتك، نمط الحياه، انا اذا كنت مدخن وقبل ما انام بدي اشرب سيجارتين ثلاثه، او اللي بيشربوا شيشه بيطلعوا مساء مثلا، او اللي بيشربوا قهوه ولا شاي او بياكلوا شوكولاتات زياده، فهي كلها من المنبهات. رقم واحد نصيحه للاشخاص اللي عندهم اضطرابات بالنوم، ابحث عن تعديل نمط الحياه ليكون بشكل مثالي اكثر، والابتعاد عن المنبهات قدر الامكان. فإذا تبع هالمراحل كلها، أنا خلاص ما بقى عم بدخن قبل 6 ساعات من النوم، ما عم بشرب قهوة نهائيا بعد الظهر، تجنبت كل هالمنبهات، كن تجاوزنا المنبهات الخارجية، نرجع منعيد التقييم للحالات هدول المرضى. أهم شغلة مثل ما ذكرنا سابقا هي المحافظة على نظم الساعة البيولوجية. بس أحيانا لا يمنع أنه قد يكون أن جسمي، أنا إنسان عمري 50-55 سنة، الميلاتونين الطبيعي اللي بيفرزه جسمي اللي هو بده يساعدني على النوم إفرازه تكون كميته أقل، فكرت أنه أخذ مثلا حباية ميلاتونين اللي هي 1 ملغ اللي ممكن تساعدني على النوم، قد لا يمنع هالشيء. بس يجب تجنب استعمال الأدوية المزمن بدون إشراف طبيب، هي أهم نقطة، لأنه حتى الميلاتونين نحن لما نذكره للمريض ما بشجع نهائيا ان المريض لحاله يروح على الفارماسي ويجيب الميلاتونين وياخذه لوحده، لانه في له تاثيرات سلبيه، واستعماله الغير منتظم قد يثبط افراز الهرمونات والميلاتونين الطبيعي اللي جسمنا بيفرزه بشكل روتيني. شكرا دكتور، يعني فعلا هالنصايح وايد مهمه لكل شخص عنده مشاكل في النوم، ودائما نحن ننصح الأشخاص اللي عندهم أو أي اضطراب أن يتوجهوا إلى طبيب الأسرة، وإذا احتاجوا أي تحويل سيتم تحويلكم إلى طبيب المختص إذا كنتم محتاجين. أكيد. وعلى فكرة مو بس أنه اضطرابات النوم أنه يكونوا مرضى، يعني مثل ما ذكرت لك أنه أحيانا نحن كأشخاص طبيعيين قد نمر بمرحلة مؤقتة من اضطراب النوم غير مرضي، بس لأسباب اجتماعية محيطة فينا. أهم شغلة بهالموضوع، النصيحة الأخيرة، أنه بنحاول نرجع للنظم الطبيعي لحياتنا، ما نستمر بالخطأ أو بقلة النوم. وللأسف حاليا مثلا الوضع المادي، الناس في دول بتسافر أحيانا لتعمل، ممكن يعمل عمل إضافي، ممكن يعطي أولوية أنه أنا رح أعمل 12 ساعة 14 ساعة، على حساب إيش؟ على حساب قلة النوم للأسف. فبالتالي نحن لازم نكون عندنا كمان نوع من التوازن والبالانس، بحيث انه نقوم بملتزمات الحياة الطبيعية بس ما تأثر سلبيا على جودة النوم. صحيح. شكرا دكتور حسان حريري، استشاري الأمراض التنفسية بقسم الجهاز التنفسي مستشفى راشد، شكرا لوجودك معنا وعلى هالنصايح اللي أقولها عنها الذهبية للجمهور. الله يسلمك. في نهاية حلقتنا لليوم نشكر الجميع على حسن متابعتكم، والنصائح اللي عطيناكم اليوم بتساعدكم في حياتكم اليومية، وأيضا في طريقة تعاملكم مع الأشياء اللي تصير في يومكم. شكرا لكم لحسن متابعتكم، وآمنين نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج، ومخرجنا اليوم نمر محمد، ومن التنسيق ميرا الغفري. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة